السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا لهذا الاسبوع هي حلقه خاصه بمديريه المرور العامه موقع الحسينيه. كانت لنا حلقه بالاسبوع الماضي، كانت بضيافه ضيفنا بالحلقه العميد علي الشمري مدير موقع الحسينيه المركزي. كان الحوار يخص قضايا وهموم المواطنين بهذه الدائرة. طرحت بعض التساؤلات، أحد المواطنين اتصل بالسيد العميد وتم إجراء اللازم. هذا الشيء يحسب لهذه الدائرة أن مشاكل المواطنين تحل بشكل مباشر في اليوم التالي، ومن ثم يعطينا الجواب لبرنامجنا ونحن نعرض الجواب لمشاهدينا الكرام. اليوم الحلقة أيضاً راح تخص مديرية المرور العام. أي سؤال أي استفسار احنا راح نكون بخدمتكم، راح نوضع لكم أرقام الهواتف أسفل الشاشة، ممكن تتصلون بنا وراح بدورنا نبعث هذا الاستفسار أو هذه المشكلة إلى مديرية المرور العامة، وراح يتم حلها إن شاء الله عبر هذا البرنامج ويتم طرحه في الأسبوع القادم. كون اليوم ما عندنا ضيف بهذه الحلقة، فقط عندنا مواد تصويرية وأيضا بعض المواضيع اللي راح نطرحها هذا الأسبوع. هي مواضيع طبعا جدا مهمة، مواضيع تمس المواطن العراقي ويومياته، من ضمنها موضوع الهجوم التركي المستمر على الأراضي العراقية في شمال العراق في محافظة دهوك أو زاخو بالتحديد، وبدأت تتجرأ هذه الأمور أن تصل إلى الموصل وممكن أن تدخل قوات برية وتفاصيل كثيرة، وأيضا مواضيع الحكومة تصريف الأعمال اليومية اللي سوف تنتهي إن شاء الله عن قريب، كون هذه الحكومة اللي عملت أو لم تعمل الكثير للشعب العراقي خلال مدى تسنمهم الحكم، إن كانوا وزراء وإن كانوا مسؤولين بالدولة بكل شتى أنواع المناصب الحكومية. راح نتناول طبعا من خلال حديثنا خلال هذه الحلقة اللي هي مدارها ساعة تلفزيونية. أيضا عندنا نعم اتصال جيد، ما أريد أن أخره. علي محمداوي من بغداد. علي محمداوي تفضل. علي الو، السلام عليكم. علي شلونك استاذ حبيبي؟ عمرك الف هلا بك. طبعا انا من مساعدينك واشكرك على هذا البرنامج. خدمتك حبيب علي. وانت اكثر الناس يعني، والقناه صاحب الفضل على هواي اشخاص. لا العفو، استغفر الله، هذا واجبنا. احم الله واجبك. انا راح احكي لك بصوره عامه، يعني مو خصوص المرور العام، احنا هواي عندنا تفاصيل وعندنا هواي مشاكل مو بس المرور. خدمتك تفضل علي. احنا عندنا مشاكل بنفس، احنا نفسنا عندنا مشاكل. صح ولا لا؟ شلون؟ احنا بنفسنا عندنا مشاكل، مو بس يعني مشاكل هاي الخاصه والعامه وتفاصيلها. تمام. هسه احنا مبدئيا نسولف عن المرور. زين. سامع اكو هذا يقول لك انا اجيب. بس شوي ابتعد عن التلفزيون علي. عفوا علي، شوي ابتعد عن التلفزيون لان يصير صدى يعني، او تنص الصوت التلفزيون. انت تسمعني؟ اي اسمعك. احنا شنو ندخل الاشياء اللي نلمحها داخل بغداد وداخل العراق حصرا يعني. زين. يعني مثلا هسه المرور يحاسبون اهل التكتكات، يحاسبون اهل الاخوه بالدراجات حتى بلا حرج، يعني هم لازمين يعني بالدراجه ويوم يتوسد ويهدون، لان انت ليش ما تسد الاستيراد؟ وتغلق الحدود وما تدخل حاويات الدراجات ولا تحاسب العالم جو، وراح ترتاح انت تريحنا تاخذ ريح الناس. يعني هاي احنا لا تساسور ولا تقاس، اجلكم الله، هاي المحلات الخمور زين، هي احنا اشوفهم بالشارع اليوميه الشرطه طابقه على الشباب تقطيه ذول الفينات التفاصيل، بعدهم شباب ما يعرفون صغار معامين سياراتهم بالبيكامات، والله هذا مخموق. يعني انت حبيبي سد المحلات مال الخمور، يعني انت ليش احنا ليش عكس الناس؟ لو نعطي حريه وحريه باصول، ولو نغلق التفاصيل كلها من كل النواحي وفي مالها، هاي مو صح ولا دكتور؟ انا كلام غلط. تمام زين. يعني احنا 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 مو نظاميين، مو بس احنا، حتى الدوله مو نظاميه.
اشتغل شغل صح تلقى المواطن صحيح، اشتغل شغل غلط تلقى المواطن يغلط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. علي قلت لي اكو مواضيع مثلا العفو على حكومة تصريف الأعمال، إحنا بدنا نحكي ماتين بعض المشاريع المتلكئة ما تم لها حل. إذا انقطع اتصال ويا علي جيد. إذا هو موضوع إحنا راح نفتح، ماذا قدمت هذه الحكومة حكومة تصريف الأعمال إلى المواطن العراقي؟ وموضوع أيضا عن المرور، كون الأخ علي فتح موضوع جدا مهم، قال بأنه مو فقط المرور، المواضيع هواية يعني. فأنا أقول بأنه هاي المواضيع من الضروريات مناقشتها، ماذا قدمت وماذا تقدم وما نطلب من الحكومة القادمة عليها تقديم من خدمات. احنا وايد عندنا نقص بموضوعة الخدمات، يعني لا شوارع بها خير بصراحة، كل احنا سحنا سيارات نروح ونتجول ونروح دوامنا ونرجي من دوامنا نشوف يعني ابسط الاشياء. الشارع اللي هو مستشفى الشيخ زايد، يعني هذا اللي عنده مشكلة مثلا واقع من السطح، عنده كسور، عنده رجة بالدماغ، ويجون للطوارئ. يعني أول ما يجون يجون للطوارئ ومن ثم يحولوه إلى المستشفيات المختصة. الطسات اللي بالشارع الموجودة المؤدي إلى المستشفى أعتقد من يوصل لا سامح الله أنه ميت هذا، لأن الرجات الموجود بالشارع والمطبات اللي هي دول باليابان قام يسوي مطبات صناعية حتى ما يخرب عندهم الدبل السياره، او يعني يخلونها مطبات صناعيه، او حتى يخلون الناس تريد تمر قبل المرور فيخلون مطب صناعي حتى يتحذر ابو السياره يخفف من سرعته. هسه احنا مطباتنا ما شاء الله حكوميه مو صناعيه، ما نصنعها، هي موجوده اصلا. تطلع مثلا، طلعت قبل ايام الى النجف الاشرف، شفت بانه اكو عمل للامانه، اكو عمل على السريع موجود، اكو سايد يشتغلون بتبليط، وهذا اللي ما شاف النور يعني منذ زمن طويل بدا يشتغلون. صح غلط هو يقيم صاحب الاختصاص المهندس من هذا التبليط هو دائمي لفتره طويله من الزمن، لو بعد كم يوم راح نشوفه مقفع وطالع التبليط ويشيلوا الاطفال بديهم يطلعونه، مثل ما شفنا في احدى الفيديوهات احد المسؤول بالمحافظه يشيل التبليط بايده. اكو عازل يصير ما بينه وبين التبليط القديم، لان يعني سوء عمل، عدم محاسبه، عدم وجود ناس عندهم مخافه الله، المهم ياخذ الفلوس ويبيعها للمقاول ومن مقاول الى مقاول. يعني احنا نشوف مرات خاصه في برنامج الخدمي نسال المسؤولين يقول المشكله بالاستثمار، مثلا جاب عقد من شركه اسبانيه، فالعقد لهذا الشركة الإسبانية مقرها مثلا بالإمارات، الإسباني يبيعونه للإمارات، الإمارات يبيعونه للعراقي، العراقي المقاول أكو أول وأكو ثاني وأكو ثالث والله أعلم إيش قد كم مقاول، واحد يبيعها للثاني توصل للآخر واحد بيها ربح قليل. فهذا شو يسوي؟ يضطر يجيب مواد رديئة جدا حتى يمشي بيها الشغل، وهاي إحنا نشوفها، نشوف يوميا مقرنص وشالوه وذبوه على صفحة، تشوف جزرة وسطية يومية يغيرون من الجزرة الوسطية، أو نافورة تخر من الجوانب، وهاي مسوي الافتتاح يجون مسؤولين وموسيقى ومارشال عسكري وطب، يعني ما حد حاسب. أغلبية الحكومات اللي دارت على الحكم العراقي ما حد حاسب، ما حد قال يابا هذا المسؤول فاشل وخلي ياخذ حكم بحقه، دائما يبرؤون او كتله سياسيه او جهه معينه تسد لهذا المسؤول وهذا المسؤول. هل يبقى الحكم في العراق يعني يتجذر بمثلا الفساد مثل ما كان قبل؟ يقول لك والله قبل كان افضل، شنو الافضل به؟ شنو الافضل؟ كان اكو اوراق ويطبعوها مطابع موجوده وتمشي الحال. هسه البعض منهم راح يعني ياخذ ماخذ عليه، يقول ها انت حتى تسب ذاك الحكم وتمدح هذا الحكم، لان كان هو فعلا حكومه وليده صح 18 سنه، هسه يقول لك شو مو في سنه سنتين لازم كل شيء يتغير. ليش؟ واحنا شفنا من ذاك الحكم هم كان حكم عائلي، تشوف جهه معينه متنعمه بالمراكز وكذا، واحنا تشوف
جهة أخرى معدمة تماما، ويتعامل مع المواطن من هذه الجهة بين مواطن من الدرجة الثالثة إذا ما كان من الدرجة الأخيرة، وتشوف ذاك المواطن من الدرجة الأولى. هو أي موضوع لو نفتح هذا الملف أعتقد من المنصف حقيقي خلي ينصف بشكل واقعي ويقارن ما بين الماضي والحاضر. هسه يقول لك يا بابا أنتم هم حكمتوا 18 سنة سويتوا ما سويتوا شيء، ليش هو احنا تنفس العراق صار بخير بعد السقوط مباشرة دخلنا بالطائفية القاعدة والطائفية والتفاصيل وجرتنا إلى أن طلع الحشد بفتوى سماحة السيد علي السيستاني، وإحنا اليوم حضرنا وشاهدنا من خلال الشاشة هذا الاستعراض المهيب للحشد الشعبي وأبطاله والرحمة والخلود لشهدائنا من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، وكذلك نتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل للكثير من الأبطال اللي لحد الآن الأغلبية ما أخذوا حقوقهم، وكذلك عوائل الشهداء على العموم. فهذه الفترة الحقبة الزمنية المظلمة ما بعدها اجينا قلنا هسه راح نفسنا الصعداء، اجت الحكومة صارت مظاهرات عليها ما شفنا شيء من الحكومة لأن عمرها ما تجاوز استوت تجاوز السنة، طلعت مظاهرات بعد ما طلبت أن يكون اتفاقية العراقية الصينية، وكذلك مشاريع الحكومة الصينية هي راح تتبنى عملية الإعمار، حكى ضد أمريكا وقال بأنه هذا القصف اللي صار على مطار كربلاء في وقتها حضر بالبرلمان هذا القصف من إسرائيل وتمت إدانته، الظاهر ما راقت للبعض. المهم هسه احنا من شكك بنوايا الناس اللي طلعت في تشرين ابدا، في البدايه كانت مطالبهم واضحه لكن تغيرت المسارات، والان نشاهد من كان يقود المظاهرات ومن كان يظهر من كان يعرف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، شاهدنا احنا بساحه التحرير صوره من كان يعرف فلان وفلان وفلان شاهدناهم، من يعرف هسه المستشارين برئاسه الوزراء، من يعرف فلان وفلان صاروا مدراء اجهزه، كانوا بالتظاهرات رفعوا صورهم فعرفناهم هم مدعومين ومتفق عليهم في منطقة معينة وتم ترويج لهم وصاروا مسؤولين، لكن ما الحكومة ما كان ذاك العمر اللي ممكن تحاسبها سنة ما طولت، لكن الرجل طلع على المظاهرات راح حسه انتهى موضوعه. اجى بعدها حكومة الى الان لم نشاهد حقيقة لم نشاهد هناك إنجاز يشار له بالبنان، فقط نشوف يعني أبارك الأخ المصور مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء مصور مبدع لقطات جميلة استمتعنا بالصور فقط، يعني شوف صور جميلة، مشاكل الناس بدأت تحل عبر الفيسبوك، هاي المرة اللي قالت يا ابو انطوني الجدر بيها مو صحيح ما اتوقع بيها مصداقية المرة، محترامنا للمرة بين شوربة وكذا، لكن طلعت قائمة وراها بين مشتري الثلاجة، ماكو دولة وقوة دولة ان تحل مشاكل عبر الفيسبوك، ماكو ناس ميدانيين، اروح للدوائر اشوف الدوائر هاي شنو الخلل بها عالجها، انا رئيس وزراء. وبعد رئاسة الوزراء اصبحت حكومة تصريف الاعمال اللي هي ما الحق تنقل او توظف او تعين، لان حكومة تصريف اعمال يومية ادارة دولة فقط يومية، لكن نشوف مدراء عامين وكلاء وزراء وكلها اصالة. اللي كان يتحدث عن الدولة العميقة الان يطبق بشكل كبير بل تجاوز فكرة الدولة العميقة. على العموم مشاريع وهمية ما زالت قائمة في الدولة العراقية، يعني نشوف يعني تناولنا احنا اكثر من حلقة بارتس كان عبارة عن مشروع قناة الجيش، بعد الضغط بعد الاعلام ما تناول هذا الموضوع تم احالته على البلديات، يعني اخواننا بالمحافظات ما يعرفون مثلا هذا المشروع وين، هذا المشروع يقع في شرق القناة
في شرق قريب على يعني محاضي مع مدينة الصدر، محاضي مع الغدير، محاضي مع شارع فلسطين. هذا المشروع يمتد من جسر المثنى اللي هي في شمال بغداد إلى نهاية بسماية، بداية بسماية يعني قبل الشقاق لكن إلى السيطرة. هذا المشروع مسافة كلش طويلة، كان المخطط إلى أن يكون مشروع للتنزه، متنزه بمدينة بألعاب بمطاعم، وموقعه جدا ممتاز. يعني أهالي المناطق القريبة أو المحاذية لهذا المشروع كلها تغادر أوقات المنزل تذهب باتجاه التمتع بهذه المناظر. المشروع كان في سنة 14 يكمل، تمدد إلى 18 وإلى الآن لم يكمل. السبب وجود ملف فساد كبير بشركة المقاولين العرب. أول ما تسلم رئيس الوزراء الكاظمي، صار رئيس وزراء أول مؤتمر صحفي، ذكر بنصا قال بأنه هذا المشروع مشروع بفساد إداري كبير، وخسر خزينة الدولة بما يقارب مليار دولار. هو حكى نصا والفيديو موجود طبعا. وللأسف هذا على لسان سيد الكاظم، وللأسف بأنه الناس الفاضلة أنا أعرفهم من جهات، فما أقدر يعني معيبة نحكي بأساميهم، وسوف يتخذ القضاء القانون إجراءاته. شو ما شفنا من السلم من أول مؤتمر صحفي وإلى الآن لا حد انحال للتحقيق، لا حد تحاسب، لا حد سيابعوا في الحساب على القضاء. وأصلا المفروض القضاء يرفع له ملفات، هذا الملف أوراقه حتى يتم محاكمته من قبل القضاء وهي أعلى سلطة بالدولة. عالجوا الموضوع بعد الضغط أن يكون مدراء البلديات، كل بلدية مقابلها مشروع القناة لأنه هو بأرداف من يمين ويسار، أن يكونها مثل شارع فلسطين مسؤول عليه المقابلة. هسه تروحوا وشوفون مشروع قناة الجيش عبارة عن ناس مشتغلة وناس ما مشتغلة. تجي على جهة مدينة الصدر نص مشتغل ونص ما مشتغل. تجي على مثلا منطقة الحبيبية أو البلديات أبدا ماكو عمل. تجي على الشعب لا مشتغلين. فهذا عدم الانسجام ما بين دوائر الدولة أدى إلى ضعف الكثير من المشاريع. دائما ما تشوف هي المشكلة من البداية، بصراحة المشكلة من البداية أن تصير المحاصصة في نفس الوزارة وفي نفس الدائرة، وأن توصل في بعض الأحيان إلى الشعبة وإلى القسم. هذا من فلان جهة، هذا لازم يكون من فلان جهة، وهذا اللي ضيعنا. أنا ما أحاسب الوزير الفلاني لأنه هو كردي، ما أحاسب الوزير الفلاني لأنه سني، ما أحاسب الوزير الفلاني لأنه شيعي، وهكذا. فضاعت المسؤولية، ضاعت المحاسبة. يعني على الحكومة القادمة أن تعي موضوع جدا مهم، المسؤول الكردي هو مسؤول الحكومة العراقية، يحاسب حساب الآخرين، وكذلك الكردي والعفو السني والشيعي كلهم على سواسية أن يحاسب. هسه البعض من يقول هاي مثالية، العراق قائم على هذا الحال، العراق قائم أن يكون متعدد، لكن متعدد كطوائف كقوميات مرحب بها، حال لبنان حال أي دولة ممكن بهذه الطوائف المتعددة، هاي بها صحة. لكن أن يكون هذا التعدد بتوزيع المسؤوليات، تهرب من المسؤوليات، أكبر خطأ يخترفه أي جهة أي تيار أي كيان سياسي يدير هذا البلد. يعني هسه من صار تشكيل الحكومة على الإطار، تحمل كامل المسؤولية على أي خطأ يصير في الحكومة القادمة، ولو كان على التيار أيضا عليه تحمل كامل المسؤولية، لأن إدارة بلد مثل العراق هي مو محل تجارب، مو أنا أجيب شخصية جديدة يا أبا خلينا نجرب، لا مو تجارب، يكفينا تجارب. لابد أن نضع حلول لهذا الشعب اللي سئم نفسه قبل أن يسئم الحكومة،
وصلت مرحلة عفوا يلا خلنا ناخذ فيديو ولو انا استرسلت بعد الموضوع نسيت نفسي بصراحة. واليوم حلقتنا على المرور. على العموم مشاهدينا الكرام يعني الوجع كبير يعني الأمانة والله. راح نتناول بعض الملفات ان شاء الله بعد ما نشاهد اول تقرير يخص موقع الحسيني التابع لمديرية المرور العام. نشاهد التقرير ونعود. السلام عليكم. شو المعاملة؟ والله نعم خير من الله. نعم الحمد لله خير من الله. الحمد لله. شو عندك معاملة؟ والله انت تحويل السيارة بس ما بس. تحويل السيارة. يمتى جيت؟ قبل نص ساعة. نص ساعة. ودخلت هنا شنو شلون شفت الإجراءات؟ خير من الله وما قصروا. عقلوك مثلا حبوا منك. نعم نعم الحمد لله خير من الله. إجراءات شو شوف قبل عن هسه؟ والله اكو فرق شوية. شوية إجراء سريع الحمد لله. شوي احسن احسن. ايوه حجينا هين استاذ يا محافظه انا من دياله. من دياله شلون الاجراءات هنا؟ والله انا اول مره اطب هنا بس اجراءات كلش سهله ان شاء الله وبسيطه. يعني عندك تحويل ملكيه؟ تحويل ملكيه جيت قبل 10 دقائق هسه بصمت وطب. يعني بصمت؟ اي بصمت. يلا موفق ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. عندي نقل ملكيه تنازل يعني بيع سياره. ايش قد من جيت؟ صار 10 دقائق تقريبا هيك. بصمت له بعد؟ بصمت بس منتظر اللي اشترى مني بصم حتى اخذ مستمسكات ولا يعني الاجراءات اكيد انت ما اعرف ايش دوام. انا هنا أنا يعني اغلب اكثر سياره تحولين هنا بمرور الحسيني. اي يعني اجراءات طبعا يعني باجراء المعامله. اي طبعا هنا أنا المرور الحسيني حلوه بس انا تستلمها يعني تقريبا اذا تجي بثمانية تحول السياره للتسعة تسعة ونص انت مستلم سنوية وطالع. يعني سنويه اي اسبوعه قنمنكيه واستلم سنويه واطلع ما شاء الله. يلا موفقين ان شاء الله. حبيبي الله يسعدك. حجينا الله يساعدك. الله يسلم يا ترى. لا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. حجينا شنو الاجراءات شلون شفتها هنا؟ لا زين الاجراءات كل زينه يعني ما اخروك ما لا لا ما صار لنا نص ساعه من اشتغلنا. نص ساعه صار لك؟ اي والله. وبصموك هسه راح نبصم ان شاء الله. راح تبصم ان شاء الله. يلا موفقين ان شاء الله. انا البايع. هات البايع. شو خايف؟ لا ما خايف مستحي شويه. مستحي ليه بايع ولا شو؟ لا لا مستحي من الكاميرا. قول شو الاجراءات؟ والله كل شيء تمام بس اكو مشكله. انا ابويا كبير بالعمر قاعد برا بالشمس. قاعد برا بالشمس جاء قاعد هنا انا يعني ما اقدر اجي بعدين صغير انا. جاء طب جو يقعد هنا قال له لا ما تقعد هنا على التبريد تطلع برا. يعني هو رجال كبير بالعمر المفروض يعني هو مراجع يعني مو صاحب الشيء. لا لا مو صاحب الشيء بس هو ابوي يجي جاي لين كبير بالعمر يعني انا. اي فقال اروح راجع يعني باقي مو منا يعني هم قالوا لك بس صاحب الشيء يدخل. اي يعني ما قعدوا هنا قالوا له اطلع برا انه ابوه رجال كبير ما اي فجاي لين هو هذا العمر فقال لي انت مو صاحب الشيء فطالع هذا 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 اجراء احنا بالدار فقط صاحب العلاقه يدخل. يعني هو المواطن يتعاون ويانا بهذا الجانب لانه تعرف اني مثل ما قلت لك قبل قليل يعني ذا يوميا يعني 1400 1500 انجاز معامله يعني ذا كل واحد يجي واحد يعني ما راح ياخذ مكان داره. فاحنا من هالباب هذا اكو سياقات حلوه انسيابيه بالعمل هو الشيء يحتاج احنا حاضرين احنا اخوتها موجودين وياه. هو بس حاله انسانيه هسه شو تحتاج تشوف يعني ما مسوي برا؟ ايوه برا هسه هسه دخلك يا تومر 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 السلام عليكم. شلون الاجراءات هنا حجينا؟ والله اجراءات سليمه وسريعه ويعني رستميه بصفي ما حاول بيها اجري جار. والله اسهل يعني تشوف يعني وضعها افضل من قبل مثلا؟ افضل بهواي ما كسر صار نص ساعه راح ابصم واطلع ان شاء الله بس رسم مسدود اليوم ما اعرف ليش. رسم مسدود يقول هو استاذ اليوم بتعرف لانه عندنا عطله العيد فكان توقف فقط بالرسوم. هذا اليوم احنا ننجز المعامله تكمل تكمل المعامله ساعه راح ابصم اطلع ان شاء الله. قلت لك رسميه بصفي ما اروح اجلي جاي. والله موفقين ان شاء الله. والله ودك يعني بالتسلم. بعدين سياده العميد ما شاء الله ها حجينا. السلام عليكم. السلام ومية الله يحفظك ويسلمك. صار لك ايش قد من جيت هنا؟ والله نص ساعه معكم. نص ساعه؟ اي والله. شلون الاجراءات؟ كله جيد جدا. انت محول قبل هنا؟ اي اي. قبل شلون كانت ايش قد الوقت؟ والله كلها زينه الحسينيه مرورها كلها زينه. اكو فرق غزي من قبل وهسه؟ عن عن باقي القواطع اكو فرق. والله عندنا مال الحسينيه كل زين. ممتاز موفقين ان شاء الله. الله والديك الله ان شاء الله.
مشاهدينا الكرام، هذه عودة مرة أخرى مع برنامج بخدمتكم والحلقة الخاصة بمديرية المرور العامة موقع الحسينية المركزي. طبعا تحدثت منذ البداية، طبعا الأرقام راح هي أسفل الشاشة، ممكن تتصلون إذا كان لديكم إشكالية أو استفسار حول مديرية المرور العامة. احنا بخدمتكم راح ننقل هذا التساؤل إلى مديرية المرور العامة حتى يتم الإجابة على كل استفساراتكم إن شاء الله. طبعا طرحنا موضوع، يعني ما أعرف، اليوم لازم أكون مواضيع لازم نطرحها للأمانة، وحتى وإن كانت الحلقة خاصة عن مديرية المرور العامة، موضوع تمس المواطن اللي محور مهم هو محور قصف التركي على العراق وشمال العراق. هذا الموضوع أثار ضجة كبيرة وراحت كوكبة من الشهداء والجرحى من عوائلنا من بغداد ومن كربلاء المقدسة. البعض استنكر بشكل كبير، وتمت صلاة في مقابل السفارة التركية، وتم تحرك هناك تحرك نيابي اليوم، وأشاروا إلى مجلس الأمن، وتم تدويل القضية إلى مجلس الأمن وصناعة رأي عام. هناك من ندد، وللأسف بعض المناطق يعني ما أعرف شلون أوصف لكم إياها حتى ما يكون عنصرية بالطرح لها، لكن لابد أن يكون هناك موقف شعبي من بعض المناطق باتجاه هذه القضية. هذه القضية ما تخص طائفة أو فئة معينة من الشعب العراقي، تخص كل العراقيين. فلا تصير حرقة القلب والدماء رخيصة من جهة، ومن جهة أخرى لا أبقى أوقف على التل وأظل أتفرج على المشهد. بالتالي النار تكوي الجميع، إن كان موقف حتى وإن كان باللسان على أبسط الأشياء، لابد أن يكون للعراقي غيرة وناموس على كل القضايا اللي تمس العراق من زاخو إلى البصرة. موضوع ما السيادة، رغم إحنا عندنا حكومة للأسف خاضعة، حتى وكانت البيانات والتنديد مخجل من الحكومة العراقية. وزارة الخارجية بلسان وزير الخارجية يعني كان متعاطف جدا كونه من طرف القضية. أن تتجاوز تركيا، مو هاي أول مرة تتجاوز. اليوم قرأت ملفات وتجاوزات 253 تجاوز، أتوقع يمكن راح ترفع على مجلس الأمن. يعني إلى متى الجهات، هي الجهات أكيد يعني عرفوا شو المقاصد، أن تبقى يعني تتابع الموضوع، تتابع المشهد من الأعلى؟ ليش ما تدخل في صلب الموضوع؟ ليش ما تتحدث بلغة؟ أحد الأشخاص وعده حزب أصلا ما ذكر اسم تركيا، وندعو إلى ضبط النفس، وندعو صح تضبط النفس، صح إحنا ما نريد أن يصير صراع عسكري ما بين دولة ودولة، لكن أقل الأشياء أن أشخص من السبب. يعني وصلت الحالة أن ما يقدر يشخص، أن يقول تركيا هي سبب هذا. والبعض والأسف الأقلام المأجورة وبعض الجهات اللي هي ما تريد مثلا أن يكون للعراق هيبة وسيادة، تقول شككت، يقول ممكن هاي بسبب أن يلفتون النظر عن التسريبات، والقصد بها تسريبات السيد المالكي مع تسريبات اللي عرضت وتناقلتها وسائل الإعلام، ويقول هو يريد لفت انتباه الناس عن التسريبات. أي دماغ، أي عقلية تفكر بهذا الاتجاه؟ من أسوأ الإنسان، وصول مراحل أسوأ الإنسان عند حالاته أن يوصل إلى هذه المرحلة، أن يبرر لدولة سقوط شهداء من بلده. قمة متخلف، لا هذا هو أصلا أن يدعي بأنه هو من المفكرين. هذا الانحطاط الفكري ما يسمى، يعني اللي يمتلك هذا الانحطاط الفكري ما يسمى مواطن عراقي. هذا ممكن أن نقول يحكم بالخيانة العظمى،
الخيانة العظمى أن تدافع عن الدولة تنتهك سيادتك. هسه أقول لك يا أبا هي وين أكو سيادة؟ كل الدول هي الدول عندها مصالح استراتيجية، بس العراق الوحيد اللي ما عنده مصالح استراتيجية مع الدول. أن تروح لمؤتمر دولي مسوينه بعض الدول بقيادة واشنطن وتروح والناس كلها مطبعة، هذه مشكلة كبيرة، هذه خيانة للبلد. أن ينصحوك يقول لك لا تروحون لدول مطبعة وهذا راح يسبب لنا إشكالية، يطلع رئيس الحكومة الأمريكية ويقول بصريح العبارة اتفقنا أن يكون هناك ربط سككي ربط الكهرباء ما بين دول الخليج والعراق. يعني ماكو رئيس دولة يقبل على نفسه أن تجي دولة تتحدث بالنيابة عنه، ويطلع وزير الكهرباء يقول حل قضية ربط الكهرباء مع الخليج العربي يقول هو ما يعادل بنسبة 5% من احتياجات العراق. لعدل من أنا أربط؟ معقولة الحكومات العراقية ما وضعت حل هذه السنين كلها ما وضعت حل لمشكلة الكهرباء المعضلة؟ أتذكر بعد غزو الكويت من قبل نظام هدام الكويت جتها بارجات للكهرباء وخلال 6 أشهر عادت الكهرباء للكويت. عفونا من الكويت هسه صار لها 91 ولحد الآن. مصر اتفقت ويا سيمنز انطت كهرباء لمصر على مدى امد طويل، وضعت لها حلول. سيمنز قالت احنا راح نجي للعراق نسوي الكهرباء 24 ساعة وشركة سيمنز عالمية الألمانية، لكن تم إلغاها بزمن دكتور عادل عبد المهدي وتم إلغاها هي سيمنز والاتفاقية الصينية وكثير من المشاريع. فشلون الحكومة راح مثلا القادمة راح تتحدث عن سيمنز مثلا؟ هماتي راح تطلع ثورة أخرى ويشدون الطرق يحرقون إطارات وهم ماتين يحاولون يسقطون. عندنا اتصال وبعدين نتحدث عن نعم. علاء حميدي من بغداد، تفضل علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علاء الحميدي من بغداد. علاء الحميدي. على راسك، كل الهلا بك. الله يسلم راسك حبيبي قلبي. تفضلوا علاء. شنو موضوعكم عن شنو حبيبي؟ أين احنا عندنا أول موضوع رئيسي هو المرور. بس نصينا صوت التلفزيون ده يمكن. موضوعنا عن المرور، مديرية المرور العامة، إذا عندك مشكلة عن المرور العامة، وأيضا موضوع فتحنا موضوع عام على الحكومة وش قدمت الحكومة، حكومة الكاميرا. أنا ما لي علاقة بالحكومة، دخلني بالجو على موضوع المرور العامة. جيد. تفضل. ما دخل بسياسة. تفضل. هو عنده موضوع، لا تختار تفضل. على يوم 24 حالي قلبي. هو على المرور عندنا حلقة، عندك مشكلة بالمرور أنا بخدمتك علاء، بس نصيت صوت التلفزيون بدون زحمة عليك. عندي مشكلة بالمرور. إيه تفضل. المواطن هسه من يجي يبيع سيارة ويجي يحول الرقم علاء علاء إلى ألماني. ها. حتى ما يقطع اتصالك في دول عمرك، بس نصي صوت التلفزيون. نصي نصي قلبي. حبيبي. إيه تفضل علاء. عندي مشكلة بالمرور على أرقام الصدامية تحويلها إلى ألماني، وهسه عندنا احنا مشروع بالعراق مشروع الأرقام الإنجليزية. ألو. يعني هسه إذا أحول. ألو وياك أسمعك. علاء تسمعني؟ أسمعك حبيبي. ألو. علاء أسمعك بس نص صوت التلفزيون بدون زحمة. مطفي التلفزيون، ما عندي تلفزيون، طالع بالسيارة أنا. زين. عندي مشكلة ويا الأرقام الصدامية. زين. انا سيارتي لوحات ارقام صداميه واريد اروح احولها ارقام انجليزيه، فما يحولوا لي ارقام انجليزيه، يحولوا ليها الماني وبعدين يحولوا ليها انجليزي. اي هذا ما تفضل علينا اللواء قال هسه حاليا يتحول الى نظام الالماني وبعدين يتحول اذا فتحوا المشروع يتحول الى الارقام الجديده. فبرت انا احول انجليزي وادفع رسوم واخصص له رقم انجليزي مباشر. حالنا حال نظام الاقليم السياسي. سمعنا علاء.
اسمعك. ها ليش ما يحول قبال؟ مشوا البرنامج، مشوا البرنامج نظام اقليم كردستان. انا اتفق وياك، هسه انا لو تجيني انا بعد ليش احول مرتين واجراءات معامله؟ يعني هذا كله اذيه للمواطن. المواطن شنو ذنبه؟ اي صحيح. اتفق وياك، ان شاء الله اطرح هذا الموضوع مرة أخرى للسادة المسؤولين مديرية الأمور العامة وأكون بخدمتك إن شاء الله. أشكرك عمري. لا بس خلي هسه الفيديو اليوم، بس أريد أطرح موضوع تجاوز تركيا على العراق، يعني هذا بصراحة موضوع جدا مهم. أشكرك أحمد. فموضوع التجاوز هسه راح نرجع على موضوع التجاوز، من قلنا أكو سيادة على الحكومة أن توضع من أولى أولويات الحكومة هو السيادة. من أي جهة، من أي دولة كانت. شرق غرب شمال جنوب، المهم اكو سياده للدوله، اكو مصالح مشتركه، اي نعم اكو مشاريع استراتيجيه. هاي امريكا عندهم توقيع اتفاقيه استراتيجيه العراقيه الامريكيه موجوده، كذلك الجمهوريه الاسلاميه عندها توقيع اتفاقيه استراتيجيه من ضمنها مد طاقه كهربائيه والى اخره، ايضا الاردن ومد الانبوب وكذا، وعندنا اشكاليه اصلا على مد الانبوب وكذلك على الصرف المبالغ الهائله، يعني العفو دفع النفط الى الاردن وهي الكثير من المحافظات الاردنيه تحتفي باللي فجر نفسه في داخل العراق، والحكومه ما قاعده تتجرأ ان تلجم هؤلاء الاراضي الحاش اللي يسمع ان تلجمهم وان تحيلهم الى القضاء، لكن تحتفل. شوف بأربج يحتفلون، اللي فجر نفسه بصهريج في بابل وراح 1500 شاب يسوى عشرة هذا الفجار يحتفلون به بأربج وأمام أنظار الحكومة، وإحنا نعطيهم نفط شبه مجاني. المفروض نتعامل بالمثل حتى أثبت سيادة، حتى أثبت الدولة العراقية وقوة الدولة العراقية، أنا أتعامل بالمثل مع كل الدول، مو أروح أسوي اتفاقيات مع جار السعودية وهي جازت لي 5000 جثة نتنة فجرت نفسها على أهلنا بالعراق، كل محافظاتنا. ما أروح أتفق وأسوي اتفاقات اقتصادية مع تركيا اللي هي تفجرنا 24 ساعة ضاربة زوك وزاخو وصلت عن الموصل وبعشيقة، وأنت تدخل بالعمق العراقي وان توضع له قواعد عسكريه. وين حكومه الاقليم من هذا الموضوع؟ حتى الحكومه الاتحاديه يفاجئنا احد اقربانه يقول دخلنا من تركيا عن طريق زاخو ماكو علم عراقي اصلا، فقط علم حكومه، خلينا نقول واقعين، نتعامل مع حكومه دوله اخرى، حكومة اقليم كردستان. شلون راح تتعامل؟ شلون راح تفرض قوتك كحكومة اتحادية؟ اتوقعوا يعني سرب سيارات من السيطرة الى منطقة بعيدة جدا نشوفها دائما على التواصل الاجتماعي، هو سرب كامل من اهالي الجنوب والوسط والغربية حتى يروحون يتنزهون في شمال العراق ويتعاملون وياهم بتعامل غريب. لازم يعني فد كفيل، يعني هو انا اتفق وياهم امنيا لازم يسوون هالشكل حتى يحافظون على امن الاقليم، لكن تتعامل مع مواطن عراقي من الدرجه الثانيه انت. المفروض هسه يزعلون اخوانا اصدقائنا الاكراد، اتعامل وياهم بالمثل، ما اخلي واحد يفوت السيطره وخلي هذا السربي حتى يصير بالمثل. تتعامل وياه يتعامل وياك، وان لازم ترجع انت حكومه اقليم لازم ترجع اداريا الي انا اتحكم، مو انت تتحكم. على الدوله القادمه ان تتعامل باعاده النظر بقضيه الاقليم والتعامل وياها. سيزعلون يقولون يابا اكو توافقات، هذا من التوافقات ما له علاقه بسياق العمل مع الشعب العراقي. انا مواطن من حق ادخل لاقليم كردستان او شمال العراق باي لحظه اريد، هذا بلدي، بس تتعامل وياي باذلال، ان توقفني بالسره لمساعات طويله
يقول ما يتعامل انت، يقول انا دخلت على اقلمانا بجواز اجنبي بالبدايه قلت له انا عراقي، يقول هملوني بس من طلعتهم الجواز الاجنبي تفضل على الدبلوماسي. ليش انا ابن البلد هالشكل اتعامل؟ فمن حقهم الدول البقيه تتعامل وياك بمواطن من الدرجه العاشره. متى يكون عندنا مسؤوليه حقيقيه يا حكومه تصريف الاعمال؟ ولو هي حكومه منتهيه ان شاء الله، ما بقت الا فتره قصيره ويتم انتخاب رئيس جمهوريه ويتم انتخاب رئيس جمهوريه عراقي مو لجهه معينه. وايضا رئيس مجلس نواب لعراقي مو لجهه معينه، وايضا رئيس وزراء عراقي مو لجهه معينه. متى تكون عندنا حكومه قادره على صنع القرار؟ قادره من تقول لتركيا انتهى الملف الاقتصادي، ماكو استيراد بعد مواد تركية، واحاسب كل تاجر وحيل للقضاء ليتعامل بالمواد التركية ان كانت ملابس ان كانت اجهزة كهربائية. اقسم بالله ثاني يوم بعد اسبوع بعد شهر بعد شهرين يجيك نفس رئيس الحكومة التركية خاضع لك انت العراقي ويفتح الملف المياه اللي احنا نتوسل كحكومة، وزير الموارد المائية يتوسل مع الحكومة 80% قطع المياه من الجانب التركي ويحيلوها بلغة طائفية بعض المسؤولين، والله إيران هم قطعة، وإيران فعلا هم قطعت علينا. تسأل إيران يقول لك احنا أصلا عندنا أزمة مياه، من تروح على نهرين عوف الكارون وعوفه، انت اذا فتح 80% ما تحتاج بعد، انت ما عندك ازمه، وتعامل وياه بالمثل، حتى ايران تعامل وياه بالمثل الجمهوريه الاسلاميه. حتى تصير صاحب سياده. اما 80% نهر دجله والفرات يقطعها تركيا وتحيل الموضوع، لا هذا مو انصاف. يا بعض القنوات وهي معروفه القنوات تسير هالاموال وتسير الاجندات اقليميه وغير اقليميه. الملف الاقتصادي اهم الملفات اللي يخلي تخضع اكبر دوله، خاصه ان الدوله اقتصادها عايش على العراق وعلى بعض الدول. يعني انهيار الليره التركيه بسبب عدم منع الفيزا، يقال ان يوميه الحكومه التركيه 450 الف دولار فقط على الفيزا، يعني نقول مبدئيا يوم كل يومين ثلاثه في مليون دولار لو تقطع الفيزا تماما. ما احترم اكو عوائل، ناس عندها علاج وناس كذا وناس عندها اقامه. اكثر البلدان شراء للعقارات فهم العراقيين في تركيا. على العموم طبعا هواي مواضيع للاسف يعني عندنا اليوم، واليوم ما اتخذنا كل الحلقه بصراحه للمرور العام، لكن الوجع كبير يعني بملفات عراقية. إن شاء الله تكون الحلقة القادمة من تي قضية الحكومة تصريف الأعمال ومن تخمين رئيس جمهوري ومن تخمين رئيس وزراء جديد. على كل الكتل أن تدعم هذه الحكومة وأن الحكومة تصير مسؤولة عن نفسها وأن تكون تحاسب على الأخطاء وأن تشكر إذا قدمت شيء وأن تذم إذا ما قدمت. على العموم شكرا لكادر البرنامج، شكرا اخوان في مديريه الامور العامه، التقيكم الاسبوع القادم ان بقينا مع حلقه جديده من برنامج بخدمتكم، وراح تكون حلقه عن مديريه المرور العامه موقع الحسينيه. تقبلت تحياتي كادر، وانا بعد مقدم البرنامج حازم الحربي ابو ميار، التقيكم باذن الله تعالى الساعه 9 مساء يوم السبت. في امان الله وحفظه.